بدايه متراخيه. نادي الانتاج الحربي الكابتن محمد حلمي طبعا هو معتبر غير مسؤول عن هذه المباراه. هو عارف ان هو غير مسؤول عن هذه المباراه. تمام. فعشان كده هو قال لعيبه لو انا محله العب وهاجم واضغط على النادي الاهلي من البدايه. ما انا خسران خسران. خسران لو دافعت، خسران لو هاجمت، لكن ممكن انا اضغط على النادي الاهلي واحاول ان انا اعمل ارباك لاداء النادي الاهلي، وهذا ما حدث. هو قال لك ان انا اضغط واعمل ارباك وممكن ان اتقدم، ممكن اعمل مشاكل للنادي الاهلي. وفي نفس الوقت عنده الريسك بدرجه كبيره لانه مش مسؤول عنه. ايوه. الخساره انا مش مسؤول عنها. تمام. انا لسه جاي ماسك الفرقه دي. وفي كل الحالات انا ممكن اخسر من النادي الاهلي سواء بدا او بدا. في هذه الفتره النادي الاهلي كان اداؤه غير جيد، حتى في التمرير مش جيد، في الاستقبال مش جيد، في حتى لما بان ان النادي الاهلي فيه مشاكل في الاداء كان هناك يعني توقع بانه يتم التغيير نمره واحد. انا بلعب بثلاثه وفي نفس الوقت مش عامل عمق، العب باثنين بس وحسام اثنين في الوسط، ولا واروح زائق حسام غالي في نص الملعب. ده حصل في الاخر بس في اخر الشوط، لكن ده من البدايه بعد ما شفت العمليه دي نص الملعب انا مش عارف العب فيه، ازيد في النص بيلعب مهاجم واحد بس. لا ازيد في النص العب باثنين. لا انا قصدي الانتاج الحربي بس بيلعب بعد فالعب واحد. فالعب باثنين بس الاثنين اللي هم المساكين، وهو يزيد في النص، وده حصل بعد كده. هو صح. زاد فيها. صح. حتى بعد كده يمكن تغيير احمد سيد ببركات، احمد السيد وطلعه. صح. الحاجه الثانيه كانت محتاجه راس حربه، وده اللي عمله مانويل جوزيه، بس عمله في بدايه الشوط الثاني. واضح ان انا معركه نص الملعب مشكله بالنسبه لي، والملعب مضايقني واللعيبه الثانيه بتضغط عليا، انما لازم كنت العب باثنين راس حربه. ولذلك لما لعب النادي الاهلي في الشوط الثاني بجونيور مع جده اصبح مع حسام غالي زاد في نص الملعب بعد ما خرج، او زاد واحد في نص الملعب بعد ما خرجنا لما نزل سيد حمدي، فبرضه بقى اصبح نص الملعب النادي الاهلي مسيطر عليه اكتر من الاول. فدي كلها تغييرات تمت في بس، لكن البدايه كانت هي اللي حددت، لان كون ان الفريق انتاج الحربي يتقدم بهدف اصبح عليك من الصعوبه في انك انت تخترقه، وابتدى يشتغل بشكل دفاعي جيد. مش ان هو تراجع، لا هو عايز يقفل عليك، فاصبح العمليه عشان تخترقه. وشفنا مباراته مع النادي الاسماعيلي لعب بشكل دفاعي مكثف، النادي الاسماعيلي واجه صعوبه جدا اما سجل في الاخر بخطا من جول كيبر في الاول، برضه الكره ارتدت من ايد احمد سعد سجل هدف الاول وانتهت العمليه. فالنهارده برضه نفس الحاجه، الهدف دوت اثر تاثير كبير في الاداء لانه خلى الفريق الانتاج الحربي يلعب بشكل دفاعي اكتر، وده وتر ادائنا واداء النادي الاهلي على وجه الخصوص. معلش ما انا بقول ادائنا مش مشكله، لكن ان بندي الانتاج الحربي حقه، هو ابتدى بدايه جيده جدا وهذه البدايه ساعدته بشكل كبير بصرف النظر عن الهدف في يعني تسلل واضح جدا، انما ده اللي حصل. بس هل الحاجه الثانيه عايز اقول على بالنسبه للسيد حمدي، السيد حمدي انا برضو شايف ان هو يعني ما بياخدش الفرصه في الوقت المناسب الجيد. يعني النهارده انا بلعب ضد طلائع الجيش وانا فايز 3-0، ممكن ادي فرصه في الوقت ده وممكن يجيد فيها والنتيجه مضمونه ومفيش مشاكل. انما النهارده ادي واحده برضو فرصه جات له بس هو مقفول عليه، يمكن دي الزاويه الوحيده اللي ممكن يعمل فيها كوره. لكن انا ما بنزله في وقت انا متعادل وعايز اكسب، او انا خسران وعايز اتعادل وبعدين اكسب، بتبقى العمليه صعبه زحمه في داخل ال 18. فانا نفسي السيد حمدي لعيب عنده قدرات جيده جدا، نفسي الجهاز الفني ادي واحده برضو من الحاجات الجيده اللي بيعملها، لكن برضو هو بعيد عن المباريات ما بدلوش. لازم اديله. السيد حمدي لعيب هداف من طراز كبير جدا، ممكن يبدو لك ان هو كسلان او ان هو بيتحرك بهدوء او كذا، دي هذه طبيعه ودي بتساعده في داخل ال 18 ان هو يؤدي بشكل كويس. صح. بس للاسف الشديد جميع الفرص اللي خدها خدها في فرص في ظروف صعبه. هو لعب ماتش الاتحاد السكندري في الشوط الاولاني وادى كويس قوي في الشوط الاولاني، بعد كده اتغير. يعني ما استثمرش الوقت الجيد فيه اللي لعب فيه في الشوط الاولاني بانه يكمل في الشوط الثاني، اتغير. تمام. ولما بينزل بعد كده بينزل في الظروف الصعبه والفريق محتاج ان هو يفوز او محتاج ان هو يتعادل، انما دي برضو بتاثر عليه. انا أكيد. يعني رجائي ان هو ياخد فرص في المباراه وفي الظروف السهله الكويسه. زي ما نزلت جونيور في مباراه طلائع الجيش وانا كسبان 3-0، انا نزل سيد حمدي. سيد حمدي مهاجم من طراز جيد جدا، وعنده امكانيه للاستلام تحت ضغط، يسقط ويستلم تحت ضغط، عنده الامكانيه يتحرك من الاجناب، لكن هو لم يكتسب الثقه الى الان لانه ما خدش.
ما حسس بثقه من الجهاز الفني ان انا بديله واخليه يستمر في الملعب. ازاي عبد الله سعيد او وليد سليمان بالظبط يعني ممكن يكونوا هم مثلا مميزين، لكن هو انا رايي في ال 18 اخطر بكثير جدا منهم. بس هو ما خدش الفرص، شفنا في المباريات مع المنتخب وكل حاجه. يمكن الجهاز الفني محتاج او مستر مانويل محتاج واحد يشوفه نشاطه جري ومش عارف ايه وكلام. هو طبيعته فيري كول يعني بارد جدا في ادائه، يعني اما بيمسك كره تلاقي بهدوء جدا، لكن في نفس الوقت لعيب عنده مهارات كويسه في التهديف. عشان كده انا بتكلم مهم جدا، لان انا بحتاج الان انا ما عنديش رؤوس حرب. جونيور اسمه ايه راس الحربة الثاني دومينيك مصاب، متعب مش موجود، محمد فضل بعيد يعني. طب لازم اديله هو فرص، ما اجهزه عشان لازم هيحصل لي كده بعد كده مستقبلا. انما ما ينفعش ان انا افضل مقعده على طول في كل المباريات وبعد كده اجي انزله في الظروف الصعبه، برضه لازم ياخد ظروف صعبه. اكيد كابتن احمد هرجع لحضرتك عشان اسالك، هل